لما الرغبة تعمل بشر والظلام يتمكن منهم أكيد هيعملوا كده وأكتر. إيه اللي هيقتل بنت بعد ما يتعدى عليها ويحاول يخفي جثتها بطريقة بشعة؟ واللي هتتجنن بصاحبتها لدرجة إنها تعمل لها سحر وتقدم روحها قربان بس عشان تتملك جسم صاحبتها وتعيش معاها للأبد بسبب حبها الغريب اللي هو مش مقبول من المجتمع أصلا، واللي من كتر هوسه بأجسام الفتيات هيقيم علاقة مع حيطة موجودة فيها روح بنت، والبنت هتفضل تسحبه لحد ما يتدمر بالكامل ويختفي من الوجود، واللي من كتر حقدها وغيرتها من البنات يتملكها كيان شيطاني خلاها تقشر جلدها لحد ما تموت. عايز تعرف مين دول؟ دول 10 أشخاص من نفس المدينة، رغبتهم كانت السبب بالكوارث اللي حصلت معاهم وخلت نهايتهم عبرة لأي شخص يتجرأ ويعمل خطيئة. فيلمنا بيبدأ بسوك جين اللي بيسوق عربيته بسرعة في طريق مظلم وجسمه كله بيترعش أول ما بيشوف عربية شرطة بتقرب منه، وبيحاول يجمع قوته قبل ما الضابط يقرب. الضابط بقى بيسأله عن سبب وجوده في مكان ضلمة زي ده بعد نص الليل لوحده، وبيحذره أن الطريق كله حيوانات برية. بعدها بيرجع سوك جين يسوق عربيته جوه النفق وجسمه كله بيترعش، وفجأة بيوقف العربية بسرعة لما بيلاقي أنه خبط غزالة. بيفوق من الصدمة وبيبص على إزاز العربية، اترعب لما شاف أثار صوابع شخص، قعد يحاول يمسحها بسرعة لكن فجأة كل إزاز العربية بقى عبارة عن بصمات أشخاص. قرر يتحدى خوفه ويسوق بسرعة برا النفق، وقف عربيته في مكان مهجور وفتح شنطة العربية اللي مخبي فيها جثة البنت اللي تعدى عليها. شعرها كان ظاهر وده عصبه جدا، جاب سكينة وفضل يقطع الشعر ده بعنف. سمع صوتها بتصرخ اترعب ازاي عايشة، مسك شاكوش وفضل يضرب الشنطة بقوة، بس الصدمة الشنطة كانت فاضية. جاي يرفع دماغه لقى جثة البنت اللي موتها قدامه بس شكلها بشع ومخيف، وقاعدة تزحف ناحيته وهو مرعوب حاول يهرب بالعربية لكن الشبح مسكت الشاكوش وكسرت دماغه زي ما عمل فيها. وفي مكان تاني بنلاقي جيني اللي وافى مع أصحابها بياخدوا عزا صديقتهم في الجامعة، وقاعدين يقولوا إزاي ماتت بطريقة بشعة وهي لابسة فستان أحمر بعد ما زميلها اتنمروا عليها، وجيني وافى تسمع ليهم وسرحانة. وفجأة بتسيبهم وبتمشي علشان ترجع بيتها، بتكون رايحة تركب عربيتها بس فجأة بتبص وراها بتلاقي بنت شكلها بشع قوي لابسة فستان أحمر وبتبص لها ووشها كله دم. قررت تتجاهل البنت لأن فكرتها هلاوس ورجعت بيتها. تاني يوم بتعمل كيكة وبتروح تزور جارتها وبتقف شوية مع جارتها تتكلم معاها، وهي راجعة شقتها بتحس ان في رياح سخنة قوي من وراها، ولما بتبص بتلاقي البنت المخيفة دي واقفة لها، فبتترعب وبتجري على شقتها تستخبى، بس فجأة جرس شقتها بيرن. قربت تشوف مين بس اترعبت وبدأت تصرخ لما شافت نفس البنت ووشها غرقان دم، وفجأة بتفوق من نومها وبيطلع كابوس. بتروح لأوضتها وبتفضل تتفرج على صور زميلتها الميتة، وبيطلع ان جيني هي المتنمرة اللي أذت البنت دي، عشان كده شبح البنت ملازم جيني في اي مكان تروح. قررت تخرج من البيت ونازلة في الأسانسير بس اترعبت لما شافت البنت الميتة قدامها، وكل لما بتهرب منها بتوصل لها ووشها كان مليان دم وبصت لها بصة كلها عتاب وحزن. جيني خافت وفضلت تجري في كل المبنى وروح البنت بتطاردها، لحد ما فجأة الشبح مسكت جيني من شعرها وسحبتها لفوق ورمتها على الأرض بنفس الطريقة اللي خلوها تنتحر بيها. في مكان تاني بيكون الدكتور جيون يو بيكشف على مريض بيصرخ من وجع أسنانه ومش قادر يتحمل أبدا، والدكتور جيون بيبص على أشعة المريض ومستغرب إن أسنان المريض سليمة، أمال موجوع قوي كده ليه؟ بعد ما المريض بيمشي الدكتور رايح يغسل إيده ولقى ديدان بيضة شفافة في الحوض شكلها مقرف جدا، اترعب وراح عقم إيده بسرعة وجري يشوف أشعة المريض مرة تانية، ولاحظ إن تحت أسنان المريض في دود. بدأ يدور على معلومات عن المريض الغريب ده لحد لما عرفه. في الوقت ده الممرضة بتقوله إن المريض في العيادة وبيموت من الألم. الدكتور كان مرعوب لما عرف إن الدود ده معدي وبيدخل العين وبيتكاثر فيها، جهز نفسه ولبس كمامته ودخل المريض. المريض كان بيتعذب والدكتور بيشد الطفيل من بقه، وأول ما الدكتور شد الطفيل من بق المريض الراجل اتشنج وشكله بقى مخيف جدا، وهجم على الدكتور شد جلده كله هو والممرضة، والدكتور وقع وفضل يتلوى حاول يهرب بس كانت الكارثة حصلت والطفيلي دخل وتكاثر في جسم الدكتور وتحول للشكل البشع ده.
في نفس الوقت بتكون يوري قاعدة مع صاحبتها ليسا بتقصلها ضوافرها وبتحتفظ بيهم معاها، وبتكون منيمة صاحبتها في حضنها وبتلعب لها في شعرها بشكل مريب، وبترسم قلب على ايد ليسا وتصرفاتها كلها غريبة ومشكوك فيها جدا. المشهد بيتنقل لليسا وهي نايمة حزينة في الفصل بتبص على كرسي زميلتها يوري، والناس كلها بتبص عليها ومشفقة عليها جدا بسبب حزنها على صديقتها الوحيدة اللي انتحرت وهي بتعترف بحبها ليها. بتخرج ليسا من الفصل وبتروح للأوضة اللي كانت بتقعد فيها مع صاحبتها، وبتقرر تفتح دولاب صديقتها وبتتصدم لما بتشوف اللي فيه. صاحبتها كانت مهووسة بيها وبجسمها وبجمالها لدرجة انها محتفظة بقصقصة أظافرها وعاملة دمية شكلها مرعب براسين بجسم واحد ليهم. بتقرر ليسا ان هي تأدي طقوس صلاة غريبة علشان تحضر روح صديقتها لانها مش قادرة تعيش من غيرها، فبتجرح نفسها وبتصلي، وفعلا صديقتها بتظهر بس بشكل مرعب وبتاكل ليسا وبيكونوا الاتنين في جسم واحد للأبد. في مكان تاني بيكون كيم جيون مبسوط قوي انه نقل شقة جديدة اخيرا، وهو قاعد يرتاح من بعد النقل سمع صوت خبط غريب، ما كانش مهتم بس الخبط زاد قوي، فبص لقى الخبط جاي من الحيطة اللي بينه وبين الجيران. اتعصب ما كتر ما الصوت كان عالي ومزعج قوي وحاول يهدأ وينام، لكن الصوت كان عالي جدا. تاني يوم بيخرج وهو مش فايق لانه ما نامش كويس، وهو نازل بقى بيقابل البنت اللي ساكنة جنبه، فبيلاقي ان البنت جميلة فما بيرضاش يعبر عن انزعاجه من صوت الدق وبيتعرف عليها، بس بيقع منها قطعة من هدومها. فلما بيرجع بقى بيبدأ يخبط على الحيطة اللي بينهم وبيفضل يتكلم، والغريب ان في حد بيرد عليه، صوت بنت. بقى كل يوم بقى يكلم الحيطة لحد ما دخلوا في علاقة عاطفية. في يوم بقى قرر يدخل البيت البنت دي كمفاجأة، بس لما دخل اتصدم ان البيت مهجور، فترعب ورجع شقته يخبط على الحيطة تاني ويشد الورق اللي عليها لحد ما اتصدم بالكيان اللي ورا الحيطة، جثة بنت بشعة. فجأة البيت كله بيتحرك وكيم بيطير وبيختفي لعالم مجهول من صنع الجثة دي. في مكان تاني بتكون بونج سو بتدور على دولاب على الانترنت بسعر رخيص يكون مستعمل، بتفضل تدور لحد ما بتشوف واحد عارض دولاب ومكانه قريب منها، فبتقوم تتأكد من مقاس الدولاب وطوله وبتكلم الراجل اللي بيديها العنوان عشان تروح تتفرج على الدولاب ده، وفعلا بتروح وبتقابله وبيدخلوا جوه، بس بتكون نظراته ليها مقرفة وكلها رغبة. بتدخل بونج سو بيت الراجل ده وبتبدأ تتفرج على الدولاب وهو لسه بيبص عليها بنفس النظرة، نظرة بتكون مخيف، فبتقوله ان هي هتاخد الدولاب وبتهرب من بيت الراجل بسرعة لانها خافت من نظرته ليها. تاني يوم بيبعت الراجل الدولاب لبونج سو وهي واخوها بيدخلوا وبتبدأ ترتب هدومها كلها في الدولاب وبتخلص وبتنام. بتفوق بقى مرعوبة على ايد راجل بتحاول تشد الغطا وهدومها من عليها، وبتحس ان هي متكتفة في السرير وفي ايادي كتيرة جدا بتلمس كل جسمها وهي مرعوبة، وفجأة بتصحى من نومها وبيكون كل ده كابوس. بس لما بتصحى بقى بتلاقي الدولاب مفتوح، فبتترعب وبتقوم تجيب سكينة وتبدأ تدور في كل حتة في أوضتها على أي حاجة تدل إن كان في حد معاها في الأوضة ولا لأ. بتفضل تدور لحد ما بتقرب من الدولاب، وأول ما بتقرب بيطلع لها من الدولاب الراجل اللي باعه ليها وبيحاول يتعدى عليها، طلع بيعمل كده عشان يراقب البنات ويتعدى عليهم. البنت فجأة بتلاقي الراجل اختفى، فبتفتكر ان ده كان وهم، بس لما بتقعد على السرير الراجل بيشد رجلها وبيتمكن ان هو يتعدى عليها. في مكان تاني بقى بيكون بارك هيون بيقدم على شغل في شركة تسويق، وبتكون المديرة بتبصله بصات غريبة قوي وبتسأله عن حاجات شخصية وبتطلب منه يكتب اسمه بالصيني، فبيكتبه، وبعد ما بيروح بتبدأ تحصل له حاجات مرعبة، وهو بيستحمى بقى حس بوجود ست معاه في الحمام بتحاول تلمس جسمه وشعره، فكر ان ده بسبب ان هو عازب لفترة طويلة وتجاهل للموضوع تماما، وخرج لقى مسج من المديرة انها موافقة تشغله. تاني يوم راح الشغل بس كل الموظفين كانوا بيبصوله بشكل غريب لحد ما توتر وجرح ايده، فجأة ظهرت المديرة وبدأت تمسح جرحه. دخل هيون أوضة الأرشيف واتصدم لما شاف ملف عنده، والتاني مرة تظهر المديرة من فراغ وتاخد الملف منه. رجع هيون بيته وبدأ يتغدى، بس ما لاحظش ان في واحدة قاعدة تاكل تحت رجليه، وفجأة بيتغير المكان لست غريبة بتقوم بطقوس سحرية بدم هيون اللي كان على المنديل، ووقتها بيحس هيون ان في ايد ست بتمشي على وشه وجسمه وانه مش قادر يتحرك، كأن
جسمه مشلول، والست بتقرب منه وشكلها مرعب قوي وبتحاول تلمسه، وهو بيحاول يحرر نفسه ويقوم بس مش قادر يقاومها. والمشهد بيرجع تاني للست الغريبة اللي بتقوم بطقوس، بس المرة دي بيكون هيون قدامها ولابس لبس عريس، وهي لابسة لبس عروسة بس مرعب قوي، والمديرة بتاعته واقفة تتفرج عليه وهو بيتجوز روح شريرة ميتة. في مكان تاني بتكون ميسو واقفة في صالون التجميل اللي بتشتغل فيه، وبتبص بصات حقد وغيرة لكل الستات الجميلة لأن هي شايفة نفسها وحشة. بتسيب الشغل وبتقعد في كافيه تبص على البنات وجمالهم وتراقبهم بعيون كلها حقد وغيرة، لحد ما بتلاقي ست حلوة قدامها فبتفضل تبص عليها بحقد، وبتقوم تمسك تليفون الست دي وبتشوف اسم الانستجرام بتاعها، وبترجع مكانها بسرعة وبتبدأ تدور على حساب الست دي لحد لما بتلاقيه وبتفتح صورتها تشتمها. في اللحظة دي بقى الست وشها بيتغير وبتحزن، وميسو راجع للبيت بتقابل بنت جميلة في الأسانسير وبيكون نفسها تتعدى عليها قوي، بس بيحصل بقى الحاجة الصدمة، بيظهر لميسو وش بشع قوي بيرعبها، ولما بتكون في الحمام بيحصل معاها حاجة غريبة، جسمها بيتحبس في المراية، وبعدها بترجع أوضتها بتقرر تتصور وتنزل صورتها على النت يمكن حد يحسسها انها جميلة، بس لما بتتصور بتحصل حاجة بشعة قوي، في ايد بتخرج من التليفون وبتشد جلد وش ميسو لحد ما وشها بيكون بشع قوي وبتموت مكانها، والعالم كله بيشوف بشاعة شكلها. في مكان تاني بقى بالليل بيكون اول شغل لتاي اللي بيشتغل في مصنع بيصنعوا فيه مانيكان، وبيكون خايف قوي لانهم شكل البشر، وفجأة وهو بيرتب الشغل بيشوف مانيكان كأنه بشر فبيترعب وبيمشي، بس المرعب انه بعد ما مشي المانيكان حرك رقبته وبص عليه. وهو راجع بيته بقى بعد الشغل شاف منظر يرعب اي حد، شاف راجل قاعد يتكلم مع مانيكان، والمانيكان بص لتاي وابتسم. تاي رجع بيته مرعوب وبدأ يدور على معلومات تخص المانيكان، ولقى معلومة توقف القلب ان لو المانيكان بص البشر البشري ده مع الوقت هيتحول يكون مانيكان، قال اكيد وهم وراح شغله تاني يوم، بس كان خايف جدا. جه هو وصاحبه يفتحوا باب المخزن لقوا مانيكان مرعب في وشهم، الاتنين صرخوا من الخوف وسابوا الشغل. وتاي بقى وهو مروح شاف المانيكان تاني، بس المرة دي المانيكان جري وراه، فضل تاي يحاول يجري ويهرب والمانيكان يطرده في مشهد مرعب جدا. تاي كان بيحاول يهرب بكل قوته لكن للأسف المانيكان قرب منه، فتاي بص للمانيكان وزقه وحاول يهرب، لكن الرعب حصل، ايدين تاي ووشه بدأوا يتحولوا لمانيكان. اخر قصة معانا بقى بيكون ناين وفورت وجيا بيصوروا برنامج للمعجبين بتوعهم، لان التلاتة مشهورين على الانترنت والكل بيحبهم وبيدعمهم، لكن فجأة بتيجي رسالة على تليفون جيا انهم معزومين في برنامج واقعي وعليه مكافأة 7,000,000 won، فبيقرر الصحاب التلاتة ان هم يروحوا للبرنامج ده لان ده هيزيد شهرتهم وكمان فلوس. هناك بيقابلوا راجل زي الكاهن بيقول لهم ان هم هيتحبسوا في مكان ولا لازم يخرجوا منه علشان يكسبوا، فبيدخلوا التلاتة المكان اللي بيكون عبارة عن مكتبة كبيرة وغريبة، وبيبدأوا يدوروا على مخرج لحد ما بتشوف جيا نقط دم، فبترفع راسها وبتترعب من اللي شافته وبتفضل تصرخ. جثة بشعة بتنزل من السقف، صحابها بقى بيقولوا لها دي لعبة وبيمشوا بعدها. بيلاقوا بقى باب لغرفة سحرية، لما بيدخلوا بيلاقوا رسومات شكلها مرعب قوي. ناين بيشوف زرار فبيضغط عليه فبينزل قفص من السماء وبيتحبس صحابه فيه، فبيقرر يساعد صحابه بانه يخرج يدور على مخرج. فلما خرج شاف اللي رعبه، جثث صحابه كانت بره وفجأة سحبوه معاهم وقتلوه. كانت معاكم سيا، سكريبت ومونتاج بيا من هيكس موفيز. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات عايزين افلام ايه نلخصها لكم.